من اجمل الحاجات اللي لقيت هنا في العين وانا بلف هو المحل ده، دوار العمدة. المحل ده كل اللي فيه مصريين. هجيبك والله جاي لك. المحل ده كل اللي فيه مصريين. منين؟ من مصر، طنطا. فهندخل دلوقتي نشوف الاكل. انا حبيت اعمل لهم زي دعايه كده للمكان، فهندخل مع بعض نشوف المحل دلوقتي. دايما طازه يعني، هنا زي ما تقول في فرن في المطعم نفسه، فالعيش دايما بيطلع سخن. ناس محترمه، اكلهم نظيف يعني، ما شفتش منهم حاجه وحشه لحد دلوقتي. فاتمنى ان انتوا تيجوا تجربوا المطعم، وهسيب لكم العنوان هنا في الديسكربشن تحت الفيديو، وهسيب لكم برده رقم التليفون عشان تتواصلوا معاهم ان شاء الله.